السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، عرفنا بنفسك وتفضل قل ما تحب. أنا متابعة معكم خزان نعيمة من الجزائر. أهلا وسهلا. أشكر تواضعكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة يا شيخ، كان حلم أن نتصل بكم وأن نتواصل معكم، فهذا من بركات رمضان علينا، وفتح الله عليكم وثبتكم وشفاكم وعافاكم ورزقكم ما تمنيتم أكثر. والله ليس هناك حديث بعد كلام ابن الجوزية بصوتك العذب يا شيخ. جزاكم الله خيرا. استفدت كثيرا من مجالسكم العطرة، تلك مجالس مباركة في كتاب الرشفات، وحفظت 30 بيتا من السخاوية، كذلك الختمات المباركة، وأجزتني في الخاقانية وقصيدة الثغر، وبدأت معكم والحمد لله برنامج الصحة. بدأت متأخرة ولكن بإذن الله مستمرة معكم. ما شاء الله، جميل جميل، الله يفتح عليك، الله يفتح عليكم، ما شاء الله. آمين. الجزائريين والجزائريات دوما مبادرون، ولست أنسى أياما قضيتها في الجزائر من خلال زياراتي، حيث كنت أجد الهمة والنشاط والعزيمة والرغبة والمبادرة إلى الخيرات والمبادرة إلى الحفظ والمبادرة إلى حفظ القرآن وإلى تلاوة القرآن، فما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم وشكرا لكم. بارك الله، والحمد لله أنا كذلك حافظة لكتاب الله يا شيخ. ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله، بارك بارك الله الله فيك. فيك وجزاك الله خيرا. ولا نريد أن نطيل، آمين. نريد الفرصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاركة، نعم شكرا.